السلام عليكم حبايبي، واهلا وسهلا بيكم فيديو جديد على قناه عالم منوعات. اتمنى يا رب يكون الجميع بالف صحه وخير، وريت ما تنسوناش في اللايكات عشان نكون دايما على تواصل. تعالوا نشوف بقى احداث مسلسل اللي ملوش كبير، الحلقه 13 بطوله النجمه ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. تعالوا نعرف ايه اللي حصل بقى في الحلقه 13. بدات احداث الحلقه 13 من مسلسل اللي ملوش كبير بتحدث عابد اللي هو خالد الصوي مع مالك اللي هو محمود ياسين شقيق الخديوي احمد العوضي، ويتفق معه ان يكون احد حراسه لحمايته وحمايه امواله دون معرفه شقيقه بما يدور بينهما، ويعطيه 50,000 جنيه. وخلال الاحداث تدخل هويده اللي هي صبا الرفاعي في خناقه مع زوجها عماد اللي هو احمد الرفاعي، وتريد ان يطلقها لانه يخونها مع نادين اللي هي دنيا عبد العزيز صديقه غزل، وتبلغه انها سوف تعود لعملها مره اخرى. وتذهب غزل لياسمين عبد العزيز الى اسرتها، وتدخل في صدام قوي مع والدها الفنان فتوح احمد، لانها اخبرتهم انها سوف تترك عابد للابد، وهو ما اغضبهم بشده لانهم يعيشون في املاكه. واندفع والدها ليصفعها على وجهها بعد كلامها انه زوجها زوجها لعابد وباعها بسبب امواله، كما تتوسل أدرية اللي هي دينا فؤاد لزوجها الخديوي بأن يردها مرة أخرى لكنه رفض. وتنتهي الحلقة بذهاب عابد لنادين أثناء تواجد عماد عندها. مسلسل اللي ملوش كبير يعرض يوميا في تمام الساعة 9 مساء على قناة CBC، ويعاد الساعة 2:30 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11 مساء، ويعاد الساعة 4:30 صباحا والساعة 6 مساء. مسلسل اللي ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ورم كتير من نجوم الفن. هو طبعا مسلسل يا حبايبي اللي ملوش كبير ده بيدور يعني أحداثه في إطار اجتماعي أكشن. طبعا زي ما احنا شايفين كده مسلسل جميل جدا، مسلسل اللي ملوش كبير. وطبعا برضو ياسمين عبد العزيز هتحب الخديوي اللي هو احمد العوضي، وبرضو هيعيشوا قصه حب مع بعض في المسلسل يعني. طبعا اشوفكم على خير يا حبايبي، ودي كانت احداث مسلسل اللي ملوش كبير الحلقه 13. تابعونا ان شاء الله واعملوا لنا لايكات عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد على قناه عالم منوعات. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.